متعب. والله طال مشاركتي طال عمرك ان الوالد وحياة جدي الله يغفر له يشتغلون بسوق الغنم، وينصرف جدي بدري يتعب بدري وينصرف ويروح البيت وينام لين ابوي يجي ويتقام وياه يفطر وياه. وتاخر الوالد ومر على واحد قال له ابو عزيز يبيع العراوي حقه الخملان وحقه القرب وهذا يبيع العراوي، يسمينه ابو عراوي يعني يقول على اهل العفيف يقول ابو عراوي يا وارد عراوي. ولقى عنده وليتنا ابيض صغير اللي هو نيشان الدجن هذا اللي يقول على البدو الدجن. قالت له هذه وش هي؟ استغربوا منهم الصغيره دي وش هي يا ابو عزيز؟ قال هذه النيشان الزينه كم هي؟ بقى ب 6200 وكان ما عندك فلوس يا ضاوي روح له اخر الشهر شهرين ثلاثه روح معلك ارسبها وروح. ويركب ابوي عليه ويدق على جدي قال يا ابو ضاوي قال ارواح وياك نزور بنتنا بنتك اللي فاع البر عند رجال في البر نزورها ونتغدى عندها وناخذ ذبيحتنا معنا وياخذون ذبيحتهم تيش معاهم. يوم جو في الطريق ولا شعيب يقطع يقول ابوي يقطع وانا على الهاف بالرابع يقول يوم عشق اثنين يقول عشق واحد ويتهلس بالوادي. يوم هلست بالوادي قال الوالد جدي والله ما قعد معك الله يقطعك انت وسيارتك انا بروح على يوم يشوفون البيوت قدام بيوت الشعر الخيام يروحون للخيام على رجلين الوالد ويشتغل بشته على متفه على كتفه ويمشي يخلى الوالد يدبر سيارته ويقول انا اسم الكفرات يقول الحق يقول يوم جيت له ورادنا القصيده يقول نوعنا ابو ذا الوجه يا سلعه عراوي كيف غرستي ابنه وانت جديده تطلبين اثنين والخط متساوي تحسبينك بين ضبع وبين عيده المكينة خوص والشواق ضاوي الحمولة تيس والشواق ضاوي والبلا من ضاوي الله لا يعيده ما تصلحين من البلاشر للقهاوي وين دلالتي وين دلالتي وبياعتي يا سعيده وها من هالحكي والمراحة مع العرب. يقول تغدانا عندهم عيوا يجيبون لنا التيش حقنا فكوهم على الغنم وراحوا يجيبون لنا ذبيحة زينة وذبحونا. يقول يوم جينا العصر معودين عند أول محطة في عفيف ولا عليماني يردد القصيدة ما أدري من جاب له نعن أبو ذا الوجه يا سلعة عراوي من جاب لك القصيدة هذه؟ قال بدوين جانا الحين مع الطريق وسمعناها منه الحين يقول نعن أبو ذا الوجه يا سلعة عراوي. هذه الشال وكلمت ما شاء الله من أول أهل البادية ما شاء الله بينهم الثقة في ثقون مع بعض يعطيك حلال على مدة طويلة إلى تدبر نفسك وتجي لأمه. هذا صحيح يعرفونه لأن ما عندهم في عفيف يعرفون مدة طويلة وقال لي تبي يا ضاوي لو شالك كاملة بس لا تشلم لي درة مش خذها يبى الفكة منها يمكن كشفان وراها 500 ريال ولا ما حرى. وهذه والفرق بين الفروت وبين الياباني الدتس الغير الياباني خدمتهم خدمة طيبة لا الفروت غير سيارات قوية سيارات عمر قوية سيارة عمر سيارة خدمة سيارة طال عمرك تحمل الأجواء تحمل البران تحمل الصحاري هذا مو مثل الدتسل هذا أبوك جدك وأبوك الله يرحمه وجدك يمرحون على الدتسل يحسبونها شيطة شافوا جديدة وقالوا هذه نشيطة جديدة هذه نشيطة بتقطع هالشعيب لا وزين الله فكهم وأدرباهم والشعيب بس الحمد لله أيوة. شكرا أبو متعب دائما تبدعنا الله يسلمك بسواليفك الزينة الله يعطيك العافية يقول الله يوفقك ويرزقك دائما ويشوفك دائما بصحة وعافية الله يعطيك العافية شكرا لك.